الرحمن الرحيم. تاريخ اليوم 25/1/2016. يعطيكم العافية. الله يعافيك. هذا أبو قتيبة، هذا خروفنا قاعد يخيطه، جزاه الله خير، محشي من داخل، شغل عدل ما شاء الله تبارك الله. أبشر أبشر أبشر. شيخ ريف شلون؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مع أن الإضاءة ضعيفة. الله ما شاء الله تبارك الله. هاي ما هذا المحشي بارك الله. لا ما شاء الله مزبوط مزبوط، شغلك مزبوط جدا تبارك الله. يلا عشان هذا مقطع نزله يوتيوب. هذا الشيخ فلاح وحية، هذا الشيخ احمد شهير السعيدي الخيص، هذا الخال ابو جزاع الله يحفظه ويطول عمره. ليله ان شاء الله تكون ليله مميزه هالطبخة الطيبة. هذا أحمد وهذا الحج. شلونك يا حج؟ وحدة ثانية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عبد الله قاعد يصلي جزاه الله خير. هذا أبو معاذ ما شاء الله، راح تكون إن شاء الله طبخة جديدة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا راح نسويه بطريقة المندي بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الفحم. حط الشبك فوق الفحم، بعدين حط الخروف وهو طبعا واقف، وبعدين حط فوق الجدر، وبعدين نغطي على أطرافه بالرمل وننطر عليه ساعتين بإذن الله سبحانه وتعالى لما تتم الطبخة، وربك سبحانه وتعالى ييسرها ويلذذها بإذن الله في هذا السنة. الشباب قاعدين في بيت الشعر ما شاء الله. هذه أجواء الجهراء حفظها الله. هذا الشباب على وشك أنهم ينتهون من تحضيرات مبدئية. هذا ما شاء الله خروف قاعد يخيطونه، حاشينه من داخل حشو، والحين الخياط ما شاء الله. يعطيهم العافية يعطيهم العافية أبو قتيبة سراب الله يحفظهم يصلحهم. هذا بياه تونا جاينا من بنغلاديش أحمد. شلون فنجان حميد؟ اي بسولف عليكم انا. اي والله تبارك الله. اي انا بجيبه. هذا ما شاء الله استغراب عندنا. طيب نحط من غيرتنا. يعطيهم العافيه يعطيهم العافيه يعطيهم العافيه. شكر عندنا ما شاء الله ما شاء الله. عندنا هم راحوا. اي هم راحوا. لا اله الا الله تبارك الله. هذا ابو معاذ السلام، وختام راح نوافيكم بالطبخه لما تخلص على خير.